السلام عليكم، انا ملك بالروحو كقرف جابر بن حيان في شعبه الاقتصاد. صراحه الاجواء دازت مزيونه، المهم عادي كيبقاو حيت ستريس شويه وديك الشيء، ولكن المهم الاجواء صراحه مزيونه، وكانت حراسه صراحه مزيره، والامتحان صراحه سهل ماشي شي حاجه صعيبه، يعني خصك تكون فاهم ومبريباري باش تجاوب. وصراحه كنشكر يعني الاساتذه ديالنا، خصوصا الاستاذ محمد بوعنان، خاش هو اللي تعامل معنا هذا العام كامل، ويعني دربنا كيفاش ندوزو امتحان وما نتخلعوش، وجدنا يعني 100%. او كنشكر كلشي الصراحه هادشي اللي كاين. شنو بالنسبه للعشيه شنو عندنا؟ الانجليزيه صراحه، يعني الانجليزيه ماشي يعني ماده هي مهمه، وكلشي كتجيلو سهله، يعني ان شاء الله يكون خير وصافي. السلام عليكم، الاسم ديالي ادم شحمط، تلميذ السنه الثانيه بكالوريا علوم اقتصاد. بالنسبه للامتحان الاول اللي جوزنا اليوم هو ديال الكونطابيليتي، 3 ساعات. صراحه الوقت ما كانش كافي، هذه هي بالنسبه لاول حاجه. بالنسبه لثاني حاجه، امتحان ما كانش في المتناول. الجانب اخر ديال اللغه الفرنسيه، اولا كنقرب اللغه الفرنسيه، واللغه الفرنسيه حنا ما كنفهموهاش، حنا معروفين ناس الشمال ما كنعرفوش اللغه الفرنسيه مع كامل الاسف. يعني الدوله خصها تشوف شي حلول هاد اللغه هذه بالضبط. قراو باللغه العربيه بحال اللي كيقراو الناس اخرين في الدول ديالهم، فرنسا كيقراو باللغه الفرنسيه، علاش حنا نقراو باللغه الدوله المستعمر؟ يعني حنا خصنا نقراو باللغه ديالنا. انا هذه المهم هذه هي الفكره ديالي من ناحيه اللغه وصافي. شكرا. انا انسان حائل كنقرا في مدرسه جابر بن حيان، اليوم الامتحان الاول ديال البكالوريا دوزنا كونتا كونتابيليتي جيستيون دو كونتاب. صراحة امتحان داز مزيون وسهل وكله كان في المتناول، يعني أي واحد يقدر يجي فيه النقطة، اللي ما جابش ماشي ينعس هاد المرة. وكلشي صراحة الحراسة كانت مزيانة وكلشي مزيان، الأساتذة ظريفين معانا وكيتعاملوا معانا بالطب ديال بخير، والله يعاون كل واحد. الحراسة مزيانة، ما كان كان فيه كلشي مزيان، ما كانوش الأساتذة صراحة مزيرين معانا، وخل بعض المرات كنت كيغفلنا وكلشي، كانوا صراحة كان مزيان، الامتحان بدا مزيون. أنا فاطمة بوعنان كنقرا هنايا في سيد جابر بن حيان. اليوم كان امتحان وطني صراحة، الكونتابيليتي داز ساهل بزاف، وكنشكروا الأستاذ ديالنا الأستاذ بوعنان المجهودات ديالو اللي داز معنا العام كامل. وصافي، وكان الامتحان صراحة الله في متناول. الحراسه صراحه الله كانت مزيانه، ماشي مشده وماشي هذيك، صراحه تعاونوا معنا. اسمي ايمن بن علي، كنقرا في الثانويه جابر بن حيان شعبه علوم محاسباتي. الصراحه كاز واحد الامتحان اللي ساهل بزاف وكان في مستوى وصافي. اسمي لك شتوان، كان في الثانيه بكالوريا ايكونومي. امتحان كان بالنسبه للامتحان دوزنا اليوم، اول ماده كانت كونطابيليتي، امتحان كان ساهل وفي المتناول. هو بالنسبه لينا حنا كناس ليكونومي طبعا ما عندناش مع الجورنالات، حتى صراحه الناس الكونطابيليتي ما عندوش مع الجورنالات، حيتاش كانوا بزاف الجورنالات وطوالين وكثر في البروفيزيون وصافي. والحراسه حتى هي كانت في المتناول صراحه، ولكن حنا صراحه اللي تحتنا فيها كانت الحراسه شويه مزيه، ولكن الحمد لله من فضل اننا حنا بيبارينا وخدمنا. صراحة واحد الايام كنا شي كنعسو وما كنا شي كناكلو ومواطنا نفسيا، ولكن الحمد لله كلشي كيدوز. احنا دابا جوزنا كونطابيليتي، زولنا علينا واحد الحمل كبير اللي عاو حنا كنوجدو له، والحمد لله كلشي داز مزيان، وكنتمناو كلشي ان شاء الله ينجح ويجيب نقاط مزيانين وصافي. ان شاء الله تشي واحد ما يجيب غاتغاباج في الاسم ديالنا والاعا ديالنا، وان شاء الله توفيق كلشي. وكنشكر ماما وبا اللي دائما كانوا في الطاها ديالي باش عاونوني، واللي دائما كيضحيو غير باش انا مزيان نوصل ان شاء الله المناصب مزيانه في المستقبل. وكنشكر حتى صحابي اللي عاونوني، اللي شحال من واحد نصحني وخدم معنا وخدمنا مع بعضنا، وشحال من واحد كيصححنا الخطا وصافي. هادشي اللي كاين، وشكرا بزاف للاساتذه تاهما ديال الاسم اللي خدموا معنا وساهموا صراحه، تاهما ضحاو معنا، لا استاذ الفضيلي ولا استاذ الشطاطبي، استاذ الشباني، صراحه الاساتذه كاملين وصافي. كنتمنى اننا نجيبوا ان شاء الله نقاط مزيانين اللي نشرفوا بهم المدينه ديالنا وصافي. هادشي اللي كاين. السلام عليكم، اسم ساره، كنسكن في تطوان، كنقرا في مؤسسه جابر بن حيان. اليوم كان عندنا اول امتحان، دوزنا ماده كونطابيليتي. صراحه المهم داكشي كان في مستوى، اللي كان مراجع شي ديالو غيجاوب، اللي ما كانش مراجع اغلبيه كيخرجوا كيبكيو وهذا، ولكن ما
زعما امتحان اللي نعدلوه كيقولوا لنا اساسي دا نساوه باش نجاوبوا في امتحانات اخرين مزيان. يعني سودا ما جاوبتيش اليوم مزيان، باقي امتحانات اخرين ان شاء الله. الله يوفقنا ويوفق الجميع.